العظيم صلاة عيد الديمقراطية في محراب القضاء العادل لانتخاب رئيس جديد لمصر عام 2014 في انتخابات المرة النزيهة، وقد أدى الشعب المصري شهادته الصادقة وفقا لما انتهت إليه إرادة الناخبين، وشاهدت عيون العالم المراقبة لتلك الانتخابات المصريون هم يصنعون طريق مصر الريادة ويصيغون إرادتهم الحرة طريقهم للسير بقيادته الكاشفة نحو المستقبل لتتحمل المسؤولية تجاه الشعب ومعه بتحقيق آماله وطموحاته في حياة أفضل بإذن الله. وقد استظل الشعب المصري بمظلة أشرف منبر وهو منبر القضاء العادل، وأدى رجال القضاء ومعاونين كل ما لديهم من جهد وعرق وبما ينبيه عليهم ضميرهم الوطني نحو الحق والعدل وصون حقيقة إرادة الناخبين وإدخالها إلى النور. والآن قد حانت ساعة الحقيقة بمدينة برج العرب الإسكندرية الذي يعلنها سعادة المستشار الدكتور الحاج عبد السلام قريب رئيس الاستئناف ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بمدينة برج العرب الإسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر زميلي سعادة المستشار محمد عبد الوهاب فادي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة العامة. نتيجة انتخابات اللجنة 17 مكانها مركز شباب دول العرب، عدد الأصوات المتقيدة بالتعادل اللي عند الآخرين 53420، عدد الأسماء الذين أدوا أصوات الأمور اللجان الفرعية 16034، إجمالي عدد الأصوات الباطلة 960 980، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 15054، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح واحد السيد عبد الفتاح السيسي 14278 بنسبة 94.85%، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح رقم 2 السيد حمدين الصباحي 776 صوتا بنسبة 15%. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.